وبرضه زي القمر. هو انت دايما بقى تضحك عليا بالكلمتين الحلوين بتوعك دول؟ ما بضحكش عليك ولا حاجه، ده انا باخد وقتي معاكي، مالك في ايه؟ عامل ايه؟ طيب بحبك. طب ما انا كمان بحبك، ما اختلفناش. فاكر حسام لما كنا مصر؟ باشا ازيك يا فندم؟ اهلا يا فندم، مشرفنا ومنورنا. عقبالك. الله يخليك يا رفعت بيه، ده تشريف حضرتك ده على راسنا. ازيك يا مدام؟ الله يبارك في حضرتك. ماما رفعت بيه والهانم حرمه يا فندم. اهلا بحضرتك، منور. على فكره انا فخور جدا بحسام، ده شرف لينا يا فندم وشهاده نعتز بيها. اتفضل يا فندم، منور الفرح كله. ماما يقعدوا على ترابيزه حضرتك بعد اذنك. اتفضل يا فندم، اتفضل يا ست اللواء. ده حضرتك مشرفنا ومنور. ده كلام حد يعمل كده؟ كده تسيبني وانا برقص راحتي كده زي العبيطه؟ ده المدير بتاعي، لو ما سبتكيش وانت بترقصي هيرقصني هو عشان اكل. حد قالك قبل كده انك دمك خفيف؟ جيهان قالت لي ان دمي خفيف وهي جايه معايا في العربيه. بس الله انت عامل ايه؟ الله انا عارف دلوقتي انت غيرت الكرافته ليه؟ يعني انا اقدم لك على السر تعمل لي فضيحه كده عندك اخيره يا باشا. ايمان مراتي. اهلا وسهلا مدام ايمان، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. سلمى زوجة المستقبل. مبروك. ميرسي، الله يبارك. اخيرا قابلتك، عايزه اشتكي لك من حسام. ليه يا حسام انت عملت ايه؟ اقسم بالله ما عملت حاجه، انا عارف حضرتك قبل كده مدام ايمان ولا شفتك يا معتز ورامي بلا ولا ايه؟ عملتك السودة باينه ومعلمه. انا خلاص منعت معتز انه ينزل مع حسام مأموريات تاني. ليه بس كده؟ علشان خايفة عليه، مش مستغنية عنه. ما تقلقيش، جوزك ده في عناية الاثنين، أولاً ده أخويا وصاحبي ودراعي اليمين، أي نعم هو رد أقل بس هو جدع. يا حسام إيدك يا حسام. خش اقعد، أنت واخدها خلصان أصلاً، ربنا يعينك على ما بلاك يا مدام إيمان. أنت عارفة الواد ده كان هيروح المأمورية اللي فاتت، سلاحه اتاخد منه.